الزراعه اللي بتحصل هنا اسمها الزراعه المائيه او الزراعه بدون تربه، فاحنا ما بنستخدمش اي تربه جوه الثلاجه دي. كل حاجه بتتم جوه المايه، فالتسميد نفسه او التغذيه اللي بيحتاجها النبات موجوده جوه المايه. بنوفر في قيمه النقل او تكاليف النقل، ان احنا بنزرع في المكان بتاع الـ قدام المستهلك على طول. كمان المستهلك بياخد الخصايه او المنتج فريش، هو ما فيهاش تغليف، ما فيهاش باكجينج، ما فيهاش اي استخدام لحاجات بلاستيك او مواد ضاره.